هذا كعب أمي، بس لو عرفوا النسوان شلون يمشن بي، خلها جابة بلكة تقدر أمشي بي. إذا كان عمره رادت تنكسر رجلي بعد ولا لبسه. باقر، إيش قد راح تطول بسفرتك هاي؟ عمره ما تأخر، شغلت كم يوم وراجع. باقر، بس أنا ونرجوسة نخاف نبقى وحدنا بالبيت، منو إنه؟ ريبان لا تخافين، أنا خابرتن ما وراح يجي ونتفاهم على هذا الموضوع. ماما لا تخافين، أنا وياك وتخافين؟ يما شان ما أخاف، راح نبقى أنا وياك وحدنا بهذا البيت. نرجوسة شوفي من الباب. لا تدفع لا تدفع، شبيك؟ تفضل تفضل، لا هلا ولا مرحبا. شبيك هو؟ السلام عليكم. لا عليكم السلام. اقول لك انا مدوختني شغله واحده، انت ليش ما ترتاحي لي؟ المحبه من الله، وانا مو كيف احبك، ما اريد اهضمك. ما ادري ايش تحكي انت. باقر حبيبي شلونك؟ والله زين. شلون شريفان؟ الحمد لله. داز علي، شنو الموضوع؟ خويا انمار، انت ابن عمي وعزيز علي وما لي غيرك بهاي الدنيا، انا اريد اسافر وايدك تدير بالك على عائلتي. صدق كذي بعائلتك بعيوني، لك انت غير ابن عمي وما حد لك غيري. بنتك هاي اموت عليها ومرتك مثل اخت الله شاهد. روح وامن كلها يمي ما عليك. والله وكف من ابن عمي. بابا عفتهم كلهم وتأمننا يوم هذا؟ وش بي هذا عيني؟ لا بس غفيف. يما هذا اول يوم بدون باقر. لو حتى نرجوسة عافتني ونامت، لو حتى ميتة من الخوف والقلق. صدق البيت بدون رجال ما يسوى. زين سان شو اسوي؟ هاي يما ليش ما نايمه؟ يما خايفه وقلقانه. ليش يما؟ يما البيت بدون ابوك كل شيء ما يسوى، وانا خايفه. مع الاسف يما، نرجوسة ام الافكار يمك وتخافين؟ يما شنو هذا؟ يما نرجوسة هذول حرامية، شو اسوي انا هسه؟ املخ شعري؟ لا لا، شعر البرحة ما يشتي، زين خدودي؟ لا اخاف عليهن. شو اسوي هسه نرجوسة؟ يما اهدي اهدي، انت ايش قد جبانة؟ عفوا يا الله نرجوسة ام الافكار ما تحتاج. باو اغبياء، ما اريد غباء مثل كل مرة تخربون البوقة. نطب ونبوق بسرعة ونطلع، ماشي؟ حجي خايفين احنا. لك غبي بدين خايف، هذا البيت ما حد بيه. سككتنا بالجدور او الخواشيد. ولك خذي خلي اكمل، هذا البيت ما حد بيه، انا متابع ابوهم مسافر بس البنية والامي. نبوق الذهبات، عندهم هواي ذهبات. ونطلع اموت على الذهب. يلا لعد شو لعد حجي، جاي تفتح بالباب؟ لك غبي انت ناوي تجلطني؟ مطي مطي قابل جاي اسوي بيه، جاي اصلح بيه مثلا؟ اي جاي افتح بالباب، راح من والديكم لا احد يحكي، خلينا نبوق ونطلع بسرعه، ترى انا ضغط والسكر عالي. حج ليش ما ندعي وهو ينفتح؟ اخ ابوي يا رب خلصنا منهم. ايش اقول يا جوسي؟ ترى انا خايفه. ماما لا تخافي، بس ايش معي من العبايه تضربوني؟ ماشي موجود. اخ ابوي هذا منو ضربني؟ خلني شرد. ولك وين تشرد؟ وين؟ انا اليوم ما ارجع الا ابوك هذا البيت. قوموا يلا قوموا. حجي خلي روح. وين تروح؟ وين؟ اقول لك خلي ابوك جوعان. انا لك انا جايبك تاكل، لو جايبك تروح. لك غبي، هذا الزلمه راح يجي من السفر واحنا بعدنا كل شيء ما ضايقين. باول اليوم ابوك هذا البيت، ابوك خش. اقول لك نعجوسه، شنو هي الخطه الثانيه؟ الخطه الثانيه هي الخطه الثانيه ماري خبر خش فاهم؟ شنو هاي؟ منو ضربك هذا؟ هذا ظاهر البيت فيه شيء، بس ابوك ابوك يلا قوم اغبياء، قوم كافي يلا امشي امشي. ويش نرجوسه ام الافكار هاي جاي يسوين؟ يو معلش معلش اجي اجي امشي. دير بالكم دير بالكم، هذا البيت مو امان ومو ثقه، انا ادري بس اثنين بنات بنيه وامي. وقف حجي، هذا المطبخ حيله وخلنا نقلب طماطم. خلنا نقلب باذنجان.
انتم جايبكم تبوقون وتاكلون خاطر الله ما تراقبكم احنا مطعم ويكم بس خلينا نبوق لنا بوقه زينه خيار خيار يا ابويا تعالوا يا تعالوا تعالوا خلنا نصعد فوق يمكن الذهبات فوق يلا اوقف حج بس نشرب لنا شوي يا ابويا راح يجننون ذولا تبوا ايش فيكم؟ اي حجي احنا تعبنا من الكتل بس نشرب لنا شوية شوي راسي خي صحصح حجي احترقني هذا الشاي مالكم شفت تسوى فينا؟ وش احترق حبيبتي راح تعوفني تريد الصديق يجوز الله يحبها لأنه راح تعوفك انت مشيت وياي نص ساعة جلطتني يلا مشونا مشونا خلنا نصعد فوق نرجوسي شيل المقلب الجاي مو معي سبانش افلام راح تخبينا بافكارك هاي الغرفة وانا متأكد فيها ذهبات هاي المرة يلا خلنا نروح لها يلا هلا هلا انت نلقى شعر كافي ريكو ما ضاروا مثله يلا نشوف نشوف على الدرج يمكن يمكن وهذا البيت انا متاكد كله مقالب يلا خلينا نبوق ونطلع بسرعه يلا اي دمي الالواح الخشبيه انطلقي يا اخي امي هذا منو معقوله انت هذا رجلي امنك علينا وعلى بنتي وبيتنا وبالتالي تريد تبوق بيتني ليش هيجي يما بعد ما كمان بهاي الدنيا قد هذا أقرب الناس إلنا وهيك يسوي بس نرجوسه مو الأفكار خليته يحتار ودا أنا حتى صوتي غيرتي حتى ما تعرفون متالة متالة هاي الشريرة تكشف لي باي وانت تحكي لي على ابن عمي ابن عمي ما فد يوم حن علي وقال هذا ابن عمي محتاج فلوس أطيه وتبوقه أنت؟ هي أبوقه حقلك هسه مو وقت احتار يلا وين رايح؟ راح بلغ الشرطة عليك على مصر عندك درس سعي نرجوسة ترويه نرجوسة مو الأفكار ما تحتاج وإذا عجبكم المقطع خلوا لايك واشتركوا بالقناة ماما اهدي اهدي انا يمك لا تخافي شنو هاي؟ اقول داش تمريحة فزوني لا لا بالعكس كان عندي ثلاث بزازين لا